رواية عن مولانا الصادق عليه السلام يقول: دخل أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم على فاطمة سلام الله عليها فسمعها تتحدث تتكلم مع أحد ولم يكن في البيت غيرها، فقال: يا بنت رسول الله تتكلمين تتحدثين مع من؟ قالت: يا أبا الحسن أتكلم مع أخي. قال: ومن أخوك؟ قالت: يا علي، ألم يعرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء؟ قال: بلى. قالت: ألم يدخل الجنة؟ قال: بلى. قالت: ألم يأكل تفاحة كانت فيها نطفتي؟ قال: بلى. قالت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد خلقني من نصف من التفاحة التي كان فيها نطفتي، وخلق سيفك ذا الفقار من النصف الثاني، فهو أخي من التفاحة، أكلمه ويكلمني. حيدرية. فهذا السيف اللي يظهر به مولانا الحجة سلام الله عليه هو أخو الزهراء منين؟ من التفاحة.